السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هناك سائل يقول ان بعض انواع الاسماك تصيبه بالحساسية رغم حبه لاكل السمك، ماذا يفعل يا دكتور؟ هذا يبتعد عن السمك. يحبه. ليس هناك حل. ليس هناك حل، لان هناك اشخاص لديهم حساسية، ليس يجب ان يبحث عن النوع الذي لا يسبب له حساسية، لان الحساسية القصوى تكون عند الايربيان. نعم. ثم هناك انواع يعني مثل الاسماك السردين. حتى السردين. السردين والأنشوة. نعم. علي ربما يبحث عن نوع من الأسماك لا يسبب له حساسية. نعم. هناك أنواع كثيرة، فلينظر أي نوع لا يسبب له حساسية، وكان يزعجه السمك فليجب أن يبتعد عنه. نعم. وكما قلنا للجواب الأول لهذه السيدة، ممكن أن لا يستهلك الشخص سمك، ممكن، ولكن سيكون ناقص من هذه العناصر، وهذه العناصر توجد في النبات. أكيد. حمض الأوميغا 3 موجود في الجوز واللوز، موجود في حبوب الكتان، وكذلك الأملاح المعدنية في النشويات والقطاني، ويعني الطاقة البروتينات موجودة في القطاني كذلك، يعني ممكن. نعم. ممكن ألا يستهلك الشخص سمك، ممكن. هناك سائل آخر يقول هل في عظام السمك فوائد؟ نعم أكيد، أملاح معدنية من الفوسفور والزنك، الفوسفور والحديد والزنك والكالسيوم موجودين في العظام، وأول مصدر لهذه الأملاح هو عظام السمك وليس الحليب. نحن نتخلص منه. نعم. وبعض الدول الآسيوية تأكل حساء عظام سمك، هو أحسن حساء للأشخاص الذين يشتكون من نقص في الكالسيوم ومن نقص في الأملاح المعدنية. أحسن حساء هو حساء عظام السمك. هذه عظام السمك هي تطحن بسهولة، هي ليست يعني عظام صلبة جدا، وأن الأملاح المعدنية تجمع في العظام، والزنك والفوسفور، الزنك والفوسفور والكالسيوم والحديد، هذه الأملاح توجد في العظم. إذن نحن نأكل لحم السمك ونرمي العظام. مع الأسف الشديد نرمي كمية كبيرة من الأملاح المعدنية. نرمي 50% من الفوائد. نعم كمية كبيرة من الأملاح المعدنية، يعني ترمى هكذا. فيعني حتى السمك لما يخلط مع بعض المكونات الأخرى يصبح غير نافع. كيف؟ مثلا بعض الوجبات الحديثة أن الناس يعملون فيها دجاج وسمك. نعم. بسطيلة. نعم. ولا مثلا بيتزا. نعم. ولا أشياء هذاك يعملوا فيها سمك ودجاج. نعم. يعني هذو يشوبون هذا السمك، يعني هذا إذا كان الأكل يكون فيه سمكا لا يخلطه مع أشياء أخرى من الأحسن. نعم. ثم غالبا ما نجد أن وجبتين، الوجبة الأولى فيها دجاج والوجبة الثانية فيها سمك، يعني هذه وجبة الدجاج ستفسد السمك، فالناس يستهلكوا سمك عوض سمك لوحده، إذا كان سمك كبير مشوي مع خضر وأشياء جيد، وإلا يعني يستهلكوا دجاج، فهذا لا. أما أن يخلطوا فسيضيعون أهمية السمك بهذه الأشياء. السمك إذا طبخ بزيت الزيتون. نعم. على شكل طبيخ. نعم. مع طاجين. إذا طبخ بزيت الزيتون بالمرق مع. نعم. زيت الزيتون. نعم. يكون يعني شيء ليس غذائي، إنما غذائي طبي للجسم، غذائي طبي، لأن يجتمع زيت الزيتون مع السمك مع قليل من الخضر، يعني هذه الأشياء تصبح نافعة للجسم. هناك سائلة من البلد الشقيق مصر. نعم. تقول لك يا دكتور منعت قلي السمك، لكن أحد اختصاصي التغذية المصريين قال إن قلي السمك جيد ولا يضر، لأن السمك يحتوي على جلد كالرخام، وعندما تقلي السمك الزيت ينزلق، فلا ضرر في قلي السمك. هذه فلسفة وليست علم. كيف؟ أنا أقول فلسفة، هذا الشخص يعني حلل فلسفيا، أما علميا نحن أجرينا أبحاث على قلي جميع أنواع السمك. نعم. وعلى جميع أنواع الحرارة وبجميع أنواع الزيوت. نعم. الآن، وأن الزيت يعني بغض النظر عن السمك حتى ولو لم نضع فيه سمك. نعم. إذا سخن الزيت لوحده على النار فالحرارة تصل إلى 250 درجة. نعم. 250 درجة لا يمكن أن لا تعطي إيبوكسيدات
epoxides and hydroxide. لا يمكن ان لا تعطي peroxides. هذا البيروكسيد والايبوكسيد اللي موجوده في الزيت هذه يتشربوها لحم السمك. يتشربها لحم السمك ولا يمكن ان لا تكون في السمك. لا يمكن, من المستحيل. لا يمكن ان تدخل الحراره ولا يدخل زيت. ولذلك قلت هذا الشخص فلسفي وليس عالم. هذا عنده فلسفة وليس علم تغذية, لأن هناك الفلسفة وهناك علم تغذية. النصيحة الشاي مثلا, نصيحة الشاي فلسفة وليست علم. ليس هناك شخص أجرى تجارب على أن الشاي ينقص من الحديد في معدة, ولذلك تصدينا لهذه النصيحة منذ 20 سنة, وأن الشاي جيد وراء الأكل وراء اللحم كذلك. بعد اللحم نشرب شاي وراء اللحم نعم جيد. وأنا قلي السمك ليس فيه خطر على جسم الإنسان, ويجب على الناس أن يبطلوا تماما هذه الطريقة, أن لا يقلى الزيت ولا البطاطس ولا الباذنجان ولا أي شيء. هذه طريقة خطيرة وأدخلت يعني في حياة الإنسان المعاصر, هي من الموضة وليست علم, وليست حتى لا تدخل علم التغذية. ونحن علماء التغذية في العالم نمنع ولا نتفق ولا نناقش مشكل يعني ارتفاع حرارة الزيت إلى 250 درجة, لا نقبله. شكرا لك. تقول سائلة أخرى أنها لا تأكل السمك, بما يمكن تعويضه نظرا لأنها لا تحبه, لكن هي تريد تعويض السمك. لا يمكن أن يعوض السمك فيما يخص المكونات. ممكن هذه السيدة أن تستغني عن السمك إذا استغنت عن اللحوم. إذا لم تستغني عن اللحوم فلا يمكن أن تستغني عن القطاني والسمك فقط. أما ممكن أن لا تستهلك سمك, ممكن. نعم. ممكن للشخص أن لا يستهلك سمك, لا يضر, ولكن أن يبقى نظامه نباتي وأن لا يصاب بأمراض, يعني لا يكتر اللحوم. نعم. لأن سمك علي, لأن سمك هو أحسن وأرقى أنواع اللحوم, والسمك هو اللحم الأبيض. نعم. تكلمنا عن اللحوم الحمراء, هناك هذا هو اللحم الأبيض, أصبحوا يخلطون. نعم. أن اللحم الأبيض هو الدواجن. نعم. وأن اللحم الأحمر هي الحيوانات, وهذا خطأ. هذا في حين أن اللحوم البيضاء هي الأسماك. اللحوم البيضاء هي الأسماك. نعم. ليش؟ لأن الأسماك ليس لديهم دم ساخن. أكيد. هما هذو الحيوانات البحر كلها ليس لها دم. نعم. جهاز دموي. أكيد. الهيموغلوبين ما عندهاش, ولذلك فهي ليس لديها كوليسترول وليس لديها دسم. جيد. ولذلك سميت اللحوم بيضاء لأن. نعم. الهيموغلوبين ما كيناش. سمك القرش على ذكر القرش عنده ميزات, وأن والمغرب فيه صيد القرش. أكيد. في غضاريف القرش. نعم. غضاريف القرش هي الآن تستعمل لعلاج يعني آلام المفاصل هذه. يعني معلومة يعني جيدة, لأن هناك بعض. نعم. الشركات لا تأخذ إلا ديل القرش, ثم القرش كله يعني ترميه. نعم. هكذا, لأن ديل القرش هذه الغضارف وهذه الأشياء هي التي تستخرج منها الجلوكوزامين هذه التي تستعمل يعني كعلاج طبيعي لألام مفاصل. جيد. والأسماك الكبرى خصوص مش اللاحمة, لكن هناك أسماك لاحمة وهناك أسماك عاشبة. فكل الأسماك العاشبة هي فيها مادة سكوالين, والمادة السكوالين التي تأخذها من الطحالب البحري هي مضادة للسرطان. أكيد. ومعروف عليها مادة سكوالين. الآن كاين علماء لأبحاث الآن تجرى على السرطان, وحتى أنها تباع الآن, مادة سكوالين تباع على شكل خالص. نعم. جيد.